مباراة في كل جوانبها رائعة، حكمها احمد الغندور الحقيقة، ومحمود ابو الرجال وهاني عبد الفتاح وسيد منير ومحمود البنا واحمد توفيق طلب 100 فل و14، 100 فل و14. مباراة حلوة، حلاوة مش طبيعية يا جماعة. والمباراة من بدايتها بتشوف يعني هجوم وبتشوف ضغط، يعني علاء محمود علاء لعب وعنده شد في الخلفية، بس مفيش لعيبة، فالراجل لعب وبعدين غيره ما بنشتين ونزل عبد الشافي. تعال نتكلم على الجانب الفني شوية، لأنه في أخطاء بالجملة، يعني دي اوت والله، هي بتتلعب بقول له يا ابن اللعيبة اوت، ده اوت يا جماعة، ازاي مفيش رقابة وازاي الاتنين بيعتمد على بعض كده، السردباك والحارس، ما ينفعش. لا يوجد تسلل، مايلي قطع بشكل جيد جدا وضيع 50 جون النهارده، ومصطفى فتحي ضيع 50 جون كمان النهارده، والزمالك ضيع 50 جون النهارده، لان المباراه كلها من اولها لاخرها مش عاديه، المباراه حلوه بجد يعني. وطبعا شيكابالا كان عايز يحطها لوب لانه كان شايف احمد الشناوي متقدم شويه، حب يحطها لوب في العارضه، فاول، والجماهير مش مبطله. الزمالك لم يتعادل الا في الوقت بدل الضائع من اللقاء يا جماعه، الزمالك اتاخر 3 مرات، لكن انا قلت لك حشيد ببيراميدز كمان ليه؟ لانه بيراميدز من الدقيقه 78 بيلعب منقوصا احمد توفيق اللي طرد بعد 18 دقيقه من نزوله، وفريق والنتيجه 1-1 بتقدم 2-1 وبعدين يتعادل الزمالك وبعدين يتقدم 3-2 وبعدين يتعادل الزمالك، وحتى في ضربات الترجيح كمان يتقدم وبيلعبوا 10 وقدام الزمالك مش قدام اي حد، وملعب مفتوح ومباراه مفتوحه، ليها تحفظات على تغييرات باتشيكو بالتاكيد ليها تحفظات، لكن في النهايه لا، في مباراه كره قدم، في اتنين كوتشات شغالين على افضل ما يكون، كل كورنر للزمالك خطر جدا وكانها فرصه هدف، كل اوت لبيراميدز خطر جدا وكانها فرصه هدف. بيراميدز بالتاكيد ندم على فرص ضيعها بالجمله، بص الكره دي اتعملت، بص مصطفى فتحي رايح فرصة هدف بره، مايلي عمل له واحدة فرصة هدف، والمرمى خالي بمعنى خالي، خالي بمعنى خالي بره خالص، هدف ضائع. وفي المقابل الزمالك بيضيع أهداف بالجملة أيضا. مباراة مفتوحة جميلة فيها شغل فيها كرة قدم، لكن تدي للزمالك حتة زيادة شوية ليه؟ لأنه الزمالك فرصة هدف، الزمالك ما عندوش لعيبه كتير، يعني حتى جزء من لعيبته، وده اللي قاله كابتن معتمد جمال بعد المباراه، انه عنده اصابات كتيره جدا، اضطر يشرك محمود علاء وهو مصاب. فرص فرص يا جماعه ضايعه من هنا ومن هنا بمباراه بصراحه ما في اجمل من كده. يعني سيبك من اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي او اي لون انت بتشجعه، لكن بتبقى فرحان ان في مستوى جيد لكره القدم المصريه. تخيل المباراه دي لو فيها مثلا 50,000 متفرج في الاستاد كان هيبقى الشكل عامل ازاي؟ بص دي، بص دي، خلاص الراجل عدى مايلي وحطها، خلاص الجول فاضي بمعنى فاضي، فاضي بمعنى فاضي، يعني خدها يدخل بيها الجول مصطفى فتحي، لكن مستمتع بكره قدم. واللعيب ده لعيب كويس جدا، مايلي ده لعيب هايل، صحيح بيضيع كتير لكنه بيصنع فارق وبيسجل وبيضيع وكل حاجه، بكره قدم جميله موجوده الحقيقه. يعني نيمار النهارده بيلعب فرص ضائعه بالجمله، محمد طارق بيلعب، يعني سامسون اكينولا راجل بعد 385 يوم بيسجل هدف بعد اكتر من فرصه هدف ضائعه، لسه 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 كمان بنضيع واحده انفراد الشوط الثاني ملهاش حل. وفي المقابل الزمالك ايضا بيضيع فرص، النهارده عبد الله السعيد اللي ماشي في 39 لعب 120 دقيقه فرصه، بقول لكم ضيع 50 جون، ضيع حتى اهو، يعني اللعيبه وراه مش مصدقين. فرص 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 بمعنى الفرص ضائعه. طبعا فرص بيراميدز اخطر عشان نكون امنا في كلامنا، يعني في النهايه بتستمتع بكره قدم. اوباما لعب على راي معتمد جمال في 4 مراكز، 4 مراكز اوباما النهارده، شيكابالا لحد ما طلع حاول بقدر الامكان، كابتن للفريق ليدر للفريق بيحاول بكل ما اوتي من قوه. المباراة شغالة على الأطراف، شغالة من القلب، شغالة مراوغات، شغالة. عجبني بص حضراتكم 50 جون، مايلي ضيع 50 جون لوحده لكن بيسجل أهداف، بص حضراتكم فرصة انفراد، إنقاذ من الشناوي،
الاثنين الحراس في المباراه ما كانوش جيدين. عواد لحق نفسه في ركلات الترجيح فخد اللقطه في النهايه. احمد فتحي راجل داخل في 40 سنه نزل لعب النهارده. تغييرات باتشيكو هي اضرت بيه جدا، اضرت بيه جدا 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 النهارده تغييرات باتشيكو. لكن في النهايه فريق فرص، نيمار فرص، هو مش مصدق ومفكر نفسه اوفسايد. عمرو السيسي فكر نفسه اوفسايد، وفي واحده برضو نيمار. بصوا حضراتكم المباراه عامله ازاي وحلاوتها عامله ازاي. قعدنا ننهج من كتر الفرص، فرص ضايعه للفرقتين. بصوا حضراتكم الفرص عامله ازاي، بص فرص موجوده كلها ترجع تاني بهجمه تانيه، فرصه تانيه، بتسديده تانيه، بجوار القائم تاني. ده في الدوري المصري، هي مباراه كاس لكن في مسابقه مصريه، عشان حضرتك تبقى عارف الدنيا عامله ازاي. بصراحه يعني الواحد استمتع النهارده بمباراه كره قدم رائعه، بروح موجوده عند الفرقتين غير عاديه، باصرار على الفوز وعلى الانتصار سواء من هنا او من هنا. ما تعرفش لحد اخر ضرب الترجيح مين اللي هيكسب. ادي الجون، هدف التعادل. الوقت الضايع، الوقت الضايع. نبيل دونجا كان سبق ليه انه سجل في بيراميدز، وبصوا حضراتكم بصوا الفرقه كلها جري عليه. روح موجوده، اداء موجود، اصرار موجود، عزيمه موجوده. هو ده اللي انا بقول عليه يا جماعه، انه ممكن تكون فنيا عندك مشكله، ممكن يكون عندك اصابات، ممكن لكنه في النهايه في روح ممكن تعوض ده تاني. وكانه عاد للهدف الاولاني وكله مستني. سيبها لمين؟ سيبها لمصطفى فتحي يجيب جون. ترفع ايدك على ايه؟ جول صحيح بنسبه 100%، ولم يحتفل مصطفى فتحي. زي ما بقول لك النهارده عجبني جدا رمضان صبح، يعني لما نزل الحقيقه من احسن الاوقات اللي شفت رمضان صبح. هنا التعاون اللي ما بين الحارس وما بين المدافعين. اوت ازاي في الاخر؟ اوت سيبها ازاي؟ ازاي تتساب كده يعني؟ بس شوف الاصرار، بتروح وتتباصى وتروح تاني. وشوف الاسيست بتاع اوباما عمل ازاي. سامسون، بص اوباما وجمال اوباما هنا، اوباما وجمال اوباما على راي ايمن الكاشف، ورايح يجيب الكره عشان يجيب الجون الثالث، وبيرقص يا عيني لانه احنا كلنا هرنا هرنا سامسون، كلنا من اولنا لاخرنا. ده الراجل لاعب النهارده عبد الله جمعه. الراجل لاعب عبد الله جمعه النهارده، والله انا كنت فاكر ان عبد الله ساب نادي الزمالك. ده راجل ما بقالوش يومين مدرب نادي الزمالك معتمد جمال. بقاله سنه ونص ما لعبش. بص اوباما والجمال بتاعه. لكن يرجع تاني فريق بيراميدز، يرجع تاني واخطاء دفاعيه تاني من دفاع نادي الزمالك. بص حضراتكم ادي مصطفى فتحي، ادي فرصه. فرص كلها فرص. يعني بيراميدز زعلانين من الحكم، ما اعرفش، الطرد مستحق بنسبه 100%. يعني ما فيش اي حاجه، ولا حسب عليك بنالتي ولا عمل حاجه. لكنه بص هنا رمضان، هنا يا دوب جت في ايد عواد، يا دوب جت في ايد عواد. رمضان فعلا النهارده بشكل جاي. اتفضل. فرص، عمرك شفت الفرص دي في مباراه محليه؟ بقالنا سنين ما شفناش الفرص دي، لكن شفناها النهارده واستمتعنا بيها النهارده. بص حضرتك طبعا عواد برضه، عشان اكون امين، عواد في المباراه غير موفق، والشناوي في المباراه غير موفق، لكن عواد جاله التوفيق مع هتافات الجمهور لعواد في المباراه، لان الكره مش قويه يا عواد، مش صعبه، مش صعبه خالص يعني. لكن ربنا حب يكرمه في ضربات الترجيح انه يطلع الهيرو، يطلع البطل. حتى احنا واخدينه نجم اليوم، هو شايل ضربتين جزاء. عبد الله السعيد لعب يا جماعه 120 دقيقه ومسدد في ضربات الجزاء كمان. شوف الشيبي، من الاخطاء الشديده جدا اللي عملها باتشيكو انه غيره، معرفش. بص حضراتكم انا بس عايز اسال احمد الشناوي، ده انت اصلا مميز في الكرات العاليه والحاجات دي، كره زي دي عاليه قوي يا شناوي في وسط السكس يارد. يعني اشوفها بس تاني عشان ما ابقاش ظالمه، يعني هو عنده ميزه بيقف صح. كره عاليه بشكل حلو، اطلع بالبوكس بخلص الناس كلها. يعني سهله، مش صعبه على الشناوي، ده راجل حارس دولي. وبعدين ضربات الترجيح، بينجح المسلوسي انه يسجل، وينجح عبد الله السعيد انه يسجل، وبعدين يخفق محمد اشرف فروقه في التسجيل. القائم بيتصدى،
وينجح رمضان صبحي انه يسجل، وبعدين ينجح عبد الله جمعه انه يسجل، وينجح كريم حافظ انه يسجل، والكل اعتقد انه الموضوع انتهى خلاص بقى بالنسبه لنادي بيراميدز. لكن هنا بيأدى كريم حافظ حطها حلو قوي كمان، هنا بياتي دور بقى محمد عواد عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمه، حطت حلو قوي البنالتي بتاعت ناصر منسي، احمد سامي اهدر وعواد ببراعه، بنالتي صعبه مش سهله عشان حضراتكم تبقوا عارفين، بعدين زيزو اللي اجل النشوط للاخر خالص يسجل، وبعدين مصطفى فتحي يهدر اللي هو كان واحد من نجوم المباراه، وعواد يبقى نجم الليله ونجم اللقاء، ويصعد بالزمالك الى المباراه النهائيه. مبروك لنادي الزمالك، هارد لك لنادي بيراميدز، خلينا نشوف اللقاءات ما بعد المباراه.